كاينو بيجيك غريب ولا حاجه لاباس لاباس هاي بي في فورما ما تتفاجئوش وكا وكان تحبوا تعطيو لي كوجي ميسالاش زاد لا لا نحن مالغري تو ما نعطيوكش كوجي ما نستغنيوش على خدماتك جمال انه الغريب ينجم يخليني يظهر لي بون ان توكا ربي بعد علينا المرض الناس الكل سافا كيفاش عدى الويكاند كيفاش عديت السبت والاحد سبت يظهر لي تخدم اي ونهاي الاحد في الدار خدمه اخرى كي تحبوا كي نحبوا ريحوا روحنا نجموا ما هي ديما فما خدمه اخرى اونتوكا نحيا بربي للنساء اللي في الدار الكل على خاطر احنا نقعدوا نهار لحد ولا نهار السبت يظهر لنا اللي مش معناتها بالحق متعب على الاخر انك تقعد في الدار فما بالك النساء اللي كل يوم يعملوا في نفس اللي احنا نعملوا فيه خدمه ما نعملوهش كل يوم احنا سامدي ديمونش كهو ام بالحق يعطيهم الصحه وتحيه لربيت البيوت الكل وكدباره نتاع شنو باش نطيب وطيب اللي تحب الدباره نتاعكم تحير الدباره دونك تحيه للنساء الكل اي ديما معنا روبريك جديده اليوم اسمها غرايب وعجايب كل يوم في الوقت هذا نحكي لكم غريبه وعجيبه تناقلتوها انتم حكيتوا عليها بيزار حكايه حاجه ماهيش عاديه حاجه ما تصيرش كل يوم نسمعوها ونكتشفوها توت سويت في غرايب وعجايب عجايب وغرايب وعجايب يا دنيا عجايب وغرايب يا دنيا غرايب عجايب وغرايب أصبحكم بالخير يا وجوه الخير يا ربي العمل عليك والشدة فيك نسيت ما عرفتكمش بروحي أني برهوم أي برهوم هكا يتربش بيا بابا في الخدمة فوتكم بالحديث أني بنية تونسية اخترت من صغري باش ما نكونش كيما الأخرين بابا خدامة مرمى وظروفنا على قدها أما الحمد لله عشنا ما ناقصنا شيء حامدين وشاكرين بابا علمنا هكا يجري على رزقه بارق جبينه مكسبه صحة بدنه وصنعته اللي قرانا وكبرنا بها نتفكر قبل كي كان يروح تعب وين نجري نترمي في حضنه نبدأ نهرش فيه وهو وقتها رغم التعب يلعب معايا والتبسيم عمرها لفرقة وجهه نتلمو على الطاولة وناكلو مكتب وديما يقول اللي هو شبعان بشني وخويتي ناكلو ونشبعو خاطر الماكلة يدوب وكيما كل بنية نقولو بابا هزني معك للخدمة وعمره لقليلة من صغري نتكعبر وسط الياجور وشكاير السيمان يا حسرة ما حليه الجو هيك نبدأ نلعب وجايبة فيها نخدم كيفه بضمير ويبدأ عندي كعيد كي تصب ولا كي تدى فما صبة كبرت شوية وليت نخدم مع بابا هاي عادش بي نخدم المرمى نعرف صعيبة عليكم باش تقبلوها أما إني اخترتك هيك في وسط الشانتي وهو عيط لي برهوم وانا نقوله حاضر يا عارفي والتوى ولليوم والغدوة وبعد غدوة اسمي برهوم أنا اليوم نعرف نليق نعرف نفرتس نعرف نكفرج نزلز ونربط الحديد ونعدي حتى الماء والضوء وحتى تصليح الكراهب والماكينات نفهم فيه فخورة بابا واللي علمهولي بابا وفخورة باللي نعمل فيه يمكن راكم تقولوا ملا غريبة بنية تعمل هكا مش حلو وين يقول نوثتها وهي نهار كل تعدي في وسط رجل دخلت في السيمان بالعكس هذا ما ينقص لي حتى طرف من أنوثتي بابا ربيني راجل وسط الذكورة وأحسن امرأة وسط النساء بابا ربيني على الحلال والخبزة بعرق جبين وعلمني نخاف ربي ربي فضله ليا ونبقى ديما بنت عارفي هذه حكاية البنية اللي دارت برشا حكايتها البارح على الفيسبوك ظهرت البرشا ناس غريبة وعجيبة اما برشا حبوها وبرتجيوا تصورها وكلامها على مواقع التواصل الاجتماعي وتبقى ديما خدمة النهار ما فيها عار شقول الكريم انا البارح كي شفت البوبليكاسيون تاع البنايه هذيا الحقيقه عجبتني برشا كيما برشا توانسه زاده في لي جروب فيسبوك انا اللي عجبني حاجه اول رونتري سكولير تفكرت شيك الورقه صغيره نتاع مهنه الاب فما برشا اللي ما توا ولا يناديونها ما تتحطش على خاطر معناتها فيها تمييز والصغير يحس بالنقص بارابور بصحابه اذا كان خدمه بوه ماهيش كيف ما خدمه والدين اصحابه ولكن انا حسب رايي الورقه هذيك مهمه في الوقت هذاك بالذات باش الصغير يكون فخور بخدمه بوه أو وثاني حاجه باش ملي هو صغير يفهم معناتها انه كل حد وشنو معناتها كل حد وخدمته البنيه هذيا ضربت مثل مش للبنات كهو بنات واولاد في انهم ما يستعاروش من خدمه بوهم في انهم يحبوا خدمه والديهم على خاطر كما هي قالت المرمى مش صعيبه على البنات راهو صعيبه حتى على الرجال على حتى الرجال معناتها خدمه المرمى صعيبه عليهم هي بتصورها بالضحكه اللي على وجهها وخاصه بالطريقه نتاعها في انها
تمن مجهود بوها وكل الحقيقة الناس الكل تفاعلت معها بغافو للبنية هذية وإن شاء الله بنات وأولادها ما مش بنية كها بنات وأولاد يكونوا كيفها. ويدي ويسال تيمومي اللي عدد كبير من الناس بارتاجيت الستاتيو نتاعها البارح وتصورها على ريزو سوسيو الحقيقة. والبنية صغيرة في العمر. صغيرة إيه صغيرة. تحية لها وتحية لكل إنسان يخدم بضمير وإن شاء الله ربي يخلينا ولدينا احنا فخورين بهم. كيلكو سوا الخدمه نتاعهم شنية مهما يكون هذوكم تاج الراس ديما فخورين بهم ربي يفضلهم لنا وربي يرحم ان شاء الله الميتين. خلينا نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى نرجع معكم من جديد في زوم 73.